السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة وفيديو جديد من كورس المحاسبة إن شاء الله. والنهاردة هنتكلم عن قائمة الدخل. واللي مش فاهم يعني إيه قائمة الدخل، قائمة الدخل دي هي اللي إحنا بنقدر من خلالها نشوف مؤشر إذا كنا إحنا بنكسب ولا بنخسر خلال الشهر، أو قائمة الدخل دي إحنا بنحتاجها في الميزانية جدا. خليكم معايا وأنا هفهمها لكم بشكل بسيط ان شاء الله. اول حاجه موجوده معانا هنا في قائمه الدخل الايرادات النقديه. الايرادات النقديه او المبيعات، طبعا صافي الايرادات النقديه بيساوي معانا المبيعات ناقص مردودات المبيعات. ولنفرض مثلا، هنقول مثال حيوي معانا، ان احنا معانا شركه باعت بمليون جنيه، تمام، سواء كانت مبيعات أجلة أو مبيعات نقدية، تمام. ومعانا تاني ردت منهم مردودات مبيعات بمبلغ 100 ألف، تمام. فيبقى هنا صافي الإيرادات بيساوي 100 ألف ناقص المليون ناقص 100 ألف، آسف، تمام، بيدينا 900 ألف. هنيجي بعد كده عند نقطة رقم 2 اللي هي تكلفة الحصول على الإيرادات. طبعا تكلفة الحصول على الإيرادات دي بشكل بسيط ليها معادلة لازم نكون عارفينها وحافظينها وفاهمينها. المعادلة بتقول إيه؟ المعادلة بتقول إن مخزون أول المدة زائد المشتريات، يعني إحنا هناخد مخزون أول المدة زائد المشتريات وهنطرح منه مخزون اخر المدة. هديكم مثال بسيط ليه. دلوقتي احنا لو عندنا مشتريات بمبلغ 500 ألف، تمام، ومخزون اول المدة مليون، ومخزون اخر المدة مليون، 6 صفار، تمام، وست صفار. طبعا احنا هنقول مليون زائد 500 ناقص 500 بتكلفة الحصول على الايرادات اللي هي الايه، ال500. فدي يعني معنى الكلمة دي انا استهلكت قد ايه خامات او رصيد من المخزن، عشان انا استهلكت خامات او قد ايه رصيد من المخزن عشان انتج الشغل ده او ابيع الشغل ده، سواء كانت شركة تجارية او شركة صناعية. فانا طبعا دلوقتي معايا هنا هندي مثل حيوي طبعا يمشي مع اللي احنا فيه. هنقول ان الشركة هنا كان رصيد اول المدة، طبعا دي امثلة عشوائية بعد جرد المخازن، يعني المفروض ان انت بتجرد المخازن وبتعرف رصيد يوم 30 كام او يوم 31 في الشهر كام. انت مثلا لنفرض ان الرصيد ده طلع مليون جنيه، فالمليون جنيه دي بالنسبة لك هي رصيد نهاية شهر واحد، تمام، ورصيد بداية شهر اتنين، او يعني هي بتبقى نهاية المدة اللي انت فيها وبداية المدة اللي بعدها، سواء اذا كنت انت بتعمل قائمة الدخل على سنة او على شهر. طبعا هنيجي مع بعض، هنقول هنا مليون، تمام، مليون زائد 500 ألف ناقص مليون، يبقى هتبقى تطلع معانا تكلفة الحصول، ماشي، هتبقى هنا تكلفة يعني تكلفة الحصول على الإيرادات من المشتريات هتبقى 500 ألف، تمام. هنيجي بعد كده نقول مصاريف التشغيل. مصاريف التشغيل طبعا احنا كلنا عارفينها، مصاريف التشغيل يعني أي مصروف اتصرف داخل الشركة. بعد كده معانا الأجور والمرتبات، مش محتاجة شرح. المرتبات اللي موجودة معاك بتجمع إجمالي الأجور، سواء إذا كانت على العمومية والإدارية، سواء إذا كانت على التشغيل، سواء إذا كانت على الإنتاج، أيا كان هي فين وبتاعت إيه، المفروض إن إحنا هنضيفها على معاك. فهنيجي مثلا نقول هنا 10 آلاف أو 100 ألف، وهنا 100 ألف برضو، تمام. طبعا دي أمثلة عشوائية. المفروض إن أنت في الأجور بتصفي أجور المرتبات بعد غيابات الموظفين وتأخيراتهم وحساب الإضافي وكل حاجة، وبتجمع إجمالي الأجور على بعضها وبتحطها معانا في بند هنا. وبتيجي برضو بعد كده مصروفات التشغيل نفس الكلام، تمام. بعد ما خلصنا الرقم ده هيوصلنا لمجمل الربح. تكلفة الحصول على الإيرادات اهي، هنعمل المعادلة اللي احنا قلنا عليها، مخزون أول المدة هنجمع عليه زائد المشتريات، تمام، ناقص مخزون اخر المدة زائد المصروفات اللي موجودة عندنا، تمام.
يبقى اداني تكلفة الحصول على الإيرادات، يعني أنا عشان أبيع ب 900 ألف، تمام، كلفني 700 ألف جنيه، فكده هيديني مجمل الربح اللي هو بيقول، تمام، 900 ألف دول أو الإيرادات ناقص 700 ألف، تمام، اداني هنا 200 ألف. بعد كده هنضيف او هنخصم، يعني هنضيف او هنخصم، تمام. عندنا بند اسمه بند الايرادات الاخرى، وليكن مثلا احنا عندنا بنبيع بالدولار، تمام، او عندنا بيع مخلفات، بيع مخلفات، تمام، ده واضح وصريح. عندك عربيه مثلا، وحد جه قال لك انا هاخد العربيه دي هنقل بيها حاجه، وهنا قال وجات لك فلوس بعيد عن النشاط خالص، فطبعا دي ايرادات اخرى، تمام. هنيجي بعد كده للدولار، ده هيبقى محتاج يوم شرح لوحده، بس انا هديك يعني حاجه سريعه ليه كده تساعدك. المفروض ان الدولار احنا هنثبت له سعر خلال الشهر، وليكن مثلا الدولار ب 30 جنيه، فانا هثبت له سعر ب 30 جنيه خلال الشهر او خلال الفتره كلها. فانا ولنفرض ان انا بعت الدولار، جالي دولار وبعته ب 29، فهعمل خسائر فروع عملات بالجنيه، بقيم في التغيير، تمام. ولو نفرض ان الدولار جالي بالزياده، يعني انا بعته ب 31، لان طبعا تعرف ان اسعار البنك بتبقى طالعه ونازله، فهنقول يبقى في كده في جنيه زياده، هيبقى ارباح فروع عملات، فهيسمع معايا في حساب الاستاذ. فهاجي اخر الشهر المدين متداين، هيبين لي اذا كان صافي ربح او صافي خساره من تغيير العملات. طبعا بكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا رمز الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. كان معاكم أخوكم محمد فرج، شكرا.